ما لك إذا بهجاك بدك تصبر. تعال يا رجل شوف نروح سيدي وصلنا شيخ الغني كيف عليك؟ وش معي؟ ودي أطيرها وأضيع الشباب تشيل المال. لا لا. طيب توصياته بصراحة توصياته مغري جدا بالنسبة لنا. الدكتور علي كذا تكلم وكذا سنين وكذا أخ علي الشباب. أستاذ والله لأن زمان شعب تفسيراته دكتور ضارب بن سند دكتور ضارب دكتور جنوب. يقول لي تقليد ويديروا هم القرار. حتى يعني ممكن تجي فينا حتى بزيارة. أنا جيك بسبب الأمير. لا لا. الأمير كنت أشوف هيك كذا. يا الله سبحان. صفرة والنوار شو طلع شو كل شافر ودي كنا طلع كذا في صفرة. إيه كذا. جا جيب عندي إيش جا النت من هنا إيش جيب. طبعا تهدف هذه الورشة إلى إعداد الكوادر الليبية في مجال خصوصا في مجال الرصد الانتهاكات. هذه طبعا تأتي ضمن التوجيه اللي أصدره السيد المستشار عديل صالح رئيس مجلس النواب، واللي كان فيه إصرار كامل على ضروري رفع الوعي الحقوقي داخل المجلس، وبالفعل انطلقنا في تنفيذ هذه التوجيهات في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية. الآن في المنطقة الشرقية أقيمت العديد من الورش والندوات، أيضا في المنطقة الغربية، أيضا في المنطقة الجنوبية. خطة المجلس الآن تسير وفق منهجية كبيرة في مجال التدريب. نتجه الآن للتدريب الخارجي أو التدريب الداخلي، التعاون مع منظمات ليبية ذات مستوى عالي. استعنا بالكثير من الحقوقيين في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية لتقديم العديد من الورش داخل هذه المناطق. نتمنى أن يستمر هذا الزخم الخاص بالورش والتدريب، وهو ما يحتاجه المجلس فعلا. المجلس يهدف هدف رئيسي وهو إعداد كوادر حقوقية، وهذا يتماشى فعلا مع الوضع الوطن الحالي اللي يحتاج فعلا إلى ناس حقوقيين يدافعوا على حقوق هذا الوطن. عدم الاستقرار السياسي والانقسام السياسي الى اخر ذلك، هذا يعتبر نقطة قوة للبلد بشكل عام وللمجلس، يعني امر طبعا يبشر بالخير ونسميه الكثير. لذلك اود ان ابدا ببعض النقاط الايجابية التي قد قوت هذا المجلس. الاستاذة فاطمة استاذة محبوبة.